صباح الخير يا خانوم. صباح الخير دكتور. صباح النور. أنا طلبت منك أنك تكون موجود معنا مشان نقنع إيلين خانوم بموضوع، وبتمنى أنك تساعدني. إيلين خانوم، لهلأ ما وصلنا كل نتائج تحليلك، بس اللي وصلنا منهن، وطبعا بعد الفحوصات اللي عملنا لك إياها للأسف، الحمل بشكل خطورة على حياتك، وإذا فكرت تجيبي هالطفل ممكن تفقدي حياتك بسببه. لهيك بنصحك كطبيب نعمل لك عملية إجهاض بأسرع وقت ممكن، ومنفضل قبل ما يتشكل عندك الجنين، لأنه بعدين رح يكون في خطورة على حياتك. فإذا بتريدي فكري منيح وخدي قرارك هلأ. وبرأيي أنا ما بدها تفكير أبدا. إيلين خانوم، إيلين خانوم، أنت منيحة؟ بس حضرتك متأكد؟ صدقيني لو ما كنت متأكد ما قلت الحكي. أنا بدي جيبه لهذا الولد. ما بنصحك بهالشي، بس طبعا القرار بيرجع لحضرتك. دكتور طارق ممكن تفهمها خطورة الموضوع؟ أنا عم بستناك بمكتبي. إيلين خانم عم بستنى قرارك. إيلين خانم، وثق بدكتورك، بعدين انت لساتك صبية، بالمستقبل وبظروف مناسبة أكتر ما بعرف، بس إن شاء الله رح يصير عندك أولاد. لا تخاطري بنوب. أنا ما فيني أتخلى عنه، بعدين أنا مسؤولة عنه هلأ. ومسؤولية حضرتك شغلة مين؟ ما بيهمك شعور الناس اللي بيحبوكي كلياتهم. وبحب أوضح لك أكتر إن وضعك الصحي ما بيسمح لك، وهالشي مو بإرادتك، يعني مالك غلطانة بنوب. لا تحسسي حالك بالذنب. بس أنا ما عم حس بهذا الشي. شو نعمل؟ ما في حل. بس اعملوا اللي بدكم تعملوه بسرعة، لأنه ممكن غير قراري بلحظة. طيب أنا رايح أخبر دكتورك بسرعة. بالطابق اللي تحت سهيل بيك. شوفي شبكي، انت فيكي شي؟ لك فهموني شو صاير معاه. روح من هون، روح من هون.
رامن وشي. خذيها فورا على إيلين. لو سمحت سهيل. رامن وشي رامن وشي. يلا رايح بس قولوا لي شو صاير لك. المريضة ما بدها حدا يعرف. بدي أعرف. اهدى شوي سهيل بيه، خلينا نمشي. دلع مالي طايتك. دلع دلع دلع. يلا لعبت لك كتير. تسمحي لي بهي الرقصة؟ برقص. مرحبا يا خالد، رح نقل حضرتك بعد شوي على طاولة العمليات. أتمنى تكوني جاهزة. شو عم تعملي من ورائي؟ من وين هدول؟ ما عم بعمل شي، مو ناقصني شي لأكون أقل مهام. يعني شي طبيعي. الحب هو نوع من أنواع المرض، ونحن اثنين عم نعاني من هذا المرض. مو لازم نعرف نداويه؟ أه؟ واللي بيناتنا شو بتسمي سهير؟ عشق. وضعك طبيعي والعمليات نجحوا كلهم. منيح كتير. حلو. بس لازم تنتبه على حالك وتجي لعنا كل فترة لنعمل لك فحوصات. معقول كل يلي قلت لك يا ما فرحك؟ كأنه صحتك مهاممتك كتير سهيل بيك. تعرضت لحادث وعملت عمليات كتيرة. مانك خايف على حالك أبداً؟ بلا شوي. منيح. بس خايف على إيلين كتير. ليش فوتوه على غرفة العمليات؟ شو معها؟ أنا مشغول بالي عليها. لو فيني أعرف شبه ممكن تساعديني بهالموضوع. بس صدقني مو أنا اللي عم عالجها. بس فيكي تسألي الدكتور تبعها لو سمحتي. ماشي، رح حاول أعرف شو وضعه وخبرك بعدين سهيل بيك. بس هلأ خلي سليمان بيك ياخدك عالبيت لأنه لازم ترتاح. بتشكرك. شكراً لك. هذا واجبي.